حتى الآن معونات أو مساعدات الاتحاد الأوروبي التي رصدت للدول المحيطة أو المجاورة والتي تعتبر دول جذب لهؤلاء الأوكرانيين لم تقدم أو لم تصل بالشكل المطلوب حتى الآن. على المستوى الحكومي هنالك مساعدات بطبيعة الحال، مراكز الإيواء، مراكز التجمع هذه هي تابعة للحكومة، كانت عبارة عن مقار أو مولات مراكز تجارية وتحولت مع بداية الأزمة إلى مراكز لتجمع اللاجئين، أفرغت المتاجر الصغيرة من هذه الأماكن ووضع مكانها اللاجئين. أيضا هنالك حافلات نقل عمومي، لا أعرف إن كنا قد بعيدة من هنا، يمكن تمييزها عن الحافلات الخاصة. يوجد نقل عمومي، حافلات نقل مخصصة هي كانت تابعة للحكومة، نقل عمومي داخلي، هذه الحافلات تنقل اللاجئين من المعابر بشكل مباشر وصولا إلى مراكز التجمع. ولكن ما نعلمه أو ما نشهده على أرض الواقع أن هنالك مساعدات من الصليب الأحمر بشكل مكثف، المراكز الطبية داخل التجمعات تابعة للصليب الأحمر، ولكن كل ما عدا ذلك صلاح هي مساعدات من قبل المتطوعين، من قبل منظمات إنسانية محلية أوروبية وأيضا غير أوروبية. هنالك كما شاهدنا بالأمس كان هنالك مطعم هندي، منظمة اسمها كال سعيد، وهي منظمة بريطانية إنسانية مقرها بريطانيا، يعمل فيها هنود بالمجمل، وهم أتوا إلى هنا لتقديم وجبات ساخنة للاجئين، يقدمون الأرز، يقدمون البطاطا وغيرها من الوجبات التي على حد تعبيرهم دافئة تساعد اللاجئين على احتمال هذا البرد القارس وتمدهم بالطاقة عمليا بعد انتظار طويل سواء داخل المركز أو حتى على الحدود. الحافلات التي تنقل صلاح هؤلاء المهاجرين اللاجئين الأوكرانيين من هنا إلى دول أوروبية أيضا هي حافلات تابعة لمنظمات إنسانية أو تابعة لأشخاص بشكل مباشر أتوا إلى هنا بسياراتهم، بحافلات صغيرة أو حتى حافلات كبيرة. لا أعرف إن كنا يمكن أن هذه الحافلة الصغيرة كنا قد تحدثنا عنها قبل قليل، أتت من ألمانيا. نعم. حافلات كبيرة هؤلاء. سلام. لطالما تحدثنا عن التسهيلات المقدمة مليئة. سلام، كنا لطالما تحدثنا عن التسهيلات المقدمة للنازحين، ولكن أود أن أشير هنا بالسؤال، هل هنالك تسهيلات تقدم لتلك الجمعيات الخيرية لإيصال هذه المساعدات؟ نعم، الطريق مفتوح أمام هذه الجمعيات. الأماكن الموجودة هنا حوالي، ربما نستطيع على سبيل المثال أن نعرض الخيمة، تلك الخيمة التي تقدم المأكولات. بطبيعة الحال الأماكن متاحة لكل الجمعيات الخيرية بأن تتواجد في هذه في محيط مراكز التجمع. أيضا هذه الجمعيات بالمناسبة صلاح لا تأتي فقط من مواردها، من مالها الخاص، ما علمناه من عدة مطاعم ومن عدة موجودة هنا خيمات تقدم الطعام عمليا، أو من عدة خيام أخرى تقدم المساعدات الإنسانية. هذه المساعدات لا تأتي من جيب الجمعيات الخاص بشكل مباشر، لا، هي تأتي من قبل أفراد. نرى أفرادا يأتون إلى هنا متطوعين أو سواء بولنديين أو غيرهم صلاح، يأتون إلى هنا يضعون الملابس الفائضة عن حاجتهم على سبيل المثال، يضعون مستلزمات الأطفال في تلك الخيام، وبالتالي هؤلاء المتطوعون يتمكنون من الاستمرار بخدمتهم، علما أن الكثير ممن التقينا بهم صلاح هم يعملون في مجالات أخرى، هم ليسوا فقط متطوعون في المجال الإنساني أو يعملون بشكل مباشر وشكل ثابت في تلك الجمعيات، هم لديهم مهن أخرى، لديهم أعمال أخرى، بالتالي حصلوا على إجازات. بعضهم قال لنا إن عليهم المغادرة اليوم أو يوم غدا أو بعد 3 أيام، وأنه يحاول أن يحصل أو يمدد إجازته التي حصل عليها لمساعدة اللاجئين. كان هنالك فكرة بأن هذه وصول اللاجئين وبالتالي نقلهم إلى أماكن أخرى قد يستغرق 10 أيام، ولكن استمرار المعارك وشدتها وكثافة أعداد اللاجئين التي تصل إلى هنا استلزم من بعض من هؤلاء أن يأتي على سبيل المثال بالتبادل مع أصدقائه في أو زملائه في العمل، وبالتالي يكون هنالك ورديات أو دوريات بين العمل بينهم وبين آخرين، هم سيعودون إلى وظائفهم ومن ثم سيحاولون الحصول على إجازات مرة أخرى والعودة إلى هنا من جديد. هنالك الكشافة البولندية على سبيل المثال تعمل هنا، الكشافة الإيطالية، وأيضا كما ذكرت هنالك أفراد يعملون بشكل شخصي أتوا إلى هنا على حساب أعمالهم، أتوا إلى هنا على حساب أعمالهم وهم ينتظرون انتهاء هذه، هم عمليا متخوفون. أحدهم قال بالأمس أنه فرح يأتي إلى هنا، فرح لا 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 يفكر بأنه لم ينم سوى 3 أو 4 ساعات، يفكر أنه كيف سيقدم المساعدات للاجئين. إذن هي بالحجم الأكبر كما نشاهده صراحة هنا، هي معونات أو هي جهود متطوعين، جهود شخصية متضافرة للوقوف مع الأوكرانيين. كل أوروبا تداعت بالمناسبة، كل الشعوب الأوروبية من مختلف البلدان تداعوا لهذه الأزمة لدعم الأوكرانيين خلال فترة لجوئهم صلاح خارج بلادهم بسبب الحرب.